يعتبر من أهم فنان الكوميديا في مصر، وقدر يرسم البسمة على وجوهنا لحد دلوقتي. وبالرغم من الكوميديا اللي كان بيقدمها وخفة دمه، إلا أنه كان بيعاني في حياته من عدة صدمات. إنه الفنان عبد الفتاح الأسري. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ولو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. عبد الفتاح الأسري اتولد في 15 إبريل 1905 في جنوب القاهرة لعيلة ثرية ومعروفة، لأن والده كان بيشتغل في الدهب. ودخل عبد الفتاح الأسري مدرسة الفورير وتعلم اللغة الفرنسية، وبالرغم من أنه كان حابب الدراسة إلا أنه والده مرضيش يخليه يكمل تعليم علشان يساعده في شغله. واشتغل عبد الفتاح الأسري فعلا مع والده، لكنه ما كانش حابب الشغل وما كانش ملتزم، وكان مشغول بحضور العروض التمثيلية والمسرحيات مع أصحابه. وبدأ حبه وشغفه بالفن، وبقى يحلم باليوم اللي هيبقى فيه فنان. وطبعا الكلام ده ما عجبش والده، وحاول يمنعه، وحصل بينهم مشاكل وحرمه من الميراث. لكن عبد الفتاح كان مصمم على دخول الفن، فالتحق بفرقة عبد الرحمن رشدي وبدأ يعمل أدوار ثانوية لحد ما توفى والده، وتفرغ عبد الفتاح تماما للفن. وبدأ يشتغل في عدة فرق مسرحية، أبرزهم كانت فرقة جورج أبيض اللي عمل معاه مشكلة بسبب أحد المشاهد، وضربوا جورج أبيض بالقلم في الكواليس علشان ما قدرش يقدم الدور التراجيدي كويس، وده خلى الجمهور يضحك بدل ما يتأثر. ولم يهتم عبد الفتاح الأسري بهجوم جورج أبيض عليه وضربه، وصمم على موقفه وقال إن هدفه هو إنه يضحك الناس بدل ما يبكيهم. والموقف ده لفت انتباه النجم الكبير نجيب الريحاني، وخلاه يطلب من عبد الفتاح الأسري إنه ينضم لفرقته. وفعلا انضم عبد الفتاح الأسري لفرقة نجيب الريحاني، وكانت الانطلاقة الفنية الحقيقية بالنسبة له. وشارك بعدها في أفلام كتير بلغ عددهم أكتر من 60 فيلم، أبرزهم ابن حميدو، سكر هانم، الأستاذة فاطمة، وأفلام غيرها كتير قال خلالها أشهر الإفيهات في تاريخ الكوميديا لحد دلوقتي. عبد الفتاح الأسري اتجوز 3 مرات ولم ينجب، وآخر جوازة كانت من فتاة أصغر منه ب20 سنة، وكان كاتب لها كل أمواله. واجه عبد الفتاح الأسري في حياته صدمتين كبار قوي، أولهم سنة 1962 لما كان بيعمل مسرحية وكان معاه فيها الفنان إسماعيل ياسين. وأول ما طلع عبد الفتاح على خشبة المسرح فجأة ظلمت الدنيا في عينه، واكتشف إنه تعمى، وفضل يزعق ويقول أنا تعميت أنا تعميت، والجمهور اللي كان موجود افتكروا إن ده جزء من المسرحية وإن ده إفيه هو بيقوله علشان يضحكوا، ففضلوا يضحكوا ويسقفوا على أساس إن هو بيعمل شخصية أعمى. لكن إسماعيل ياسين بما إنه يعرف عبد الفتاح الأسري في الحقيقة خد باله إن هو ما بيمثلش، ووقف المسرحية فورا ونقله على المستشفى. وهناك اتصدم عبد الفتاح الأسري لما عرف واتأكد إنه اتعمل للأبد. بعدها بحاجات بسيطة يقابل عبد الفتاح الأسري الصدمة التانية في حياته، وكانت من مراته اللي استغلت ظروفه ومرضه وأجبرته إنه يطلقها علشان تتجوز من شاب صغير كان عبد الفتاح الأسري متبنيه. مش بس كده، دي كمان خلته يشهد على جوازها في مقابل إنها تسيبه يعيش في أوضة في البيت وما تطردوش. وطبعا الصدمات دي مع الوحدة اللي بقى عايش فيها كلها أدت إلى تدهور حالته الصحية، وأصيب عبد الفتاح الأسري بتصلب في الشرايين وفقدان الذاكرة. وطول الفترة دي ما كانش في حد بيسأل عليه غير الفنانة ماري منيب ونجوى سالم اللي نقلته مستشفى القصر العيني، وعملت حملة تبرعات هي وماري منيب ومعاهم الفنانة هند رستم، وبدأوا يجمعوا له تبرعات ساهم فيها نقابة الفنانين، وكمان اهتم بالموضوع محافظ القاهرة وتابع حالته ووفر له شقة في حي الشرابية. وجمعت النقابة مبلغ لتجهيز الشقة وعملت له معاش قدره 10 جنيه شهريا. وعاش عبد الفتاح في الشقة دي مع أخته بهية اللي راحت قعدت معاه علشان تاخد بالها منه ومن صحته، لحد ما اشتد مرضه وتعب وجاله غيبوبة السكر، ورحل عبد الفتاح الأسري في 8 مارس 1964 بعد مشوار فني طويل وصدمات وصراع مع المرض. رحم الله الفنان عبد الفتاح الأسري. أتمنى أن أنتوا كمان تدعوا له بالرحمة، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم وتشتركوا بالقناة. شكرا، تحياتي.